ابن الحيوان. يا مين مع الحالة اللي جوه يا جماعة؟ مين مع مروة؟ أيوة أنا اللي مع الحالة. طبعا أنت مؤمن بقضاء الله. خير طمنيني. إحنا حاولنا ننقذ الجنين لكن للأسف الأم تتنزفت كتير جدا. الحالة جت متأخر. أنا ابن كويس. ربنا يعوض عليك. أنت طبعا مؤمن بقضاء الله. يعني إيه؟ مروة هتخرج كمان شوية أوضتها تقدر تطمن عليها. أنا بكلمك عن ابني، فين ابني؟ ربنا يعوض عليك. كلميني هنا. مصطفى اوعى. ايه ده؟ اوعى انت. ايه ده مصطفى؟ ايه ده مصطفى؟ اوعى مستشفى مصطفى. اوعى يا حمادة. اوعى كده. انا بكلمك. ابني فين؟ ايه ده مصطفى؟ اوعى يا حمادة. ايه ده مصطفى؟ اوعى نزل. ايه ده؟ ايه ده مصطفى؟ مستشفى واحد لله. على انا مش هشوف ابني؟ مش هشيل ابني على ايدي؟ واحد لله مصطفى. دي الحاجة الوحيدة اللي اتمنيتها من ربنا. يا دكتورة افتحي لي يا مستر. كلميني. افتحي لي. خلاص يا مستر. هي ممكن تعمل حاجة. هي ممكن تتصرف. امال يا دكتورة ازاي؟ اكيد 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 في حاجة غلط. في حاجة مش مظبوطة. انا ابني عايش حمادة. ابني ما ماتش. انا حاسس انه هو عايش. ابني ما ماتش. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من فضلكم محتاجين حد جدا. دكتوره انا 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 ابن عايش صح؟ ربنا يعوض عليك. انت قدامك العمر طويل وباذن الله ربنا هيعوض عليك. دكتوره محتاجين علاج. ده ضروري. اكيد في حاجه غلط. خد بالك من ام الفتره اللي جايه. خد عايزين علاج ده وبسرعه. يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عجبك اللي أمك عملته ده؟ فرحان؟ مبسوط بيها؟ أمك حرمتني من الحاجة اللي بتمناها من الدنيا. مصطفى. ابني مات ومراتي بين الحياة والموت. الحياة بقى مات يا مصطفى. قول لي أعمل فيها إيه دلوقتي؟ أموت لكم نفسي؟ ربنا هيعوضك يا اخوك. استفادت هي ايه من كل ده؟ مهما كان دي امك بنت خمسه. امي لسه بتقول امي الدافع عنها دي قلبها حجر وبتدافع عنها. امال ايه بقى؟ راجل بتعرف ربنا ومن البيت للجامع ومن الجامع للبيت. انتوا ما تعرفوش اي حاجة عن الدين اصلا ولا عندكم ضمير. اوعى. مصطفى. مصطفى. بتتدلع. تلحقوني. هسقط. اللي في بطني. بتتدلع يا اختي. على ايامنا كده. اللي انت عملتيه ده. رد عليا. ايه يا مصطفى. انت ليه عملت كده؟ عملت ايه؟ تسقطيها. ايه؟ سقطت. انت عارفه اللي في بطنها ده مين؟ ده ابني. انا سقطت حد ولا عملت حاجه؟ خدت روحه. خدت روحه. انا ما عملتش حاجه. هي اللي وقعت لوحدها. انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ ذنبك. ذنبك ان مفيش في قلبك رحمه. مراتي دلوقتي بين الحياه والموت. يا ابني ارحمني. انا ما عملتش حاجه. انا مش ذنبي حاجه. ده انا اتمنيته من ربنا واتمنيته من الدنيا. تقتليه تاخدوا روحه. ليه؟ افهمني. انا ما عملتش حاجه. انا ماليش ذنب. بس بقى كفايه لحد كده. تبيت. هي سقطت صحيح يا شيخه؟ ده بيقولوا اعز من الولد ولد الولد. ده حفيدك. ما كنتيش تتمني انك تشيليه على ايدك كده وتفرحي بيه؟ ليه استكترت عليا النعمه؟ عملتلك ايه طول عمري وانا برضيكي؟ وانتي استكترت عليا النعمه. ليه عملت كده؟ انا عملتلك ايه عشان تعملي فيا كده؟ ردي عليا. ليه عملتي كده؟
اقول لك عملت كده ليه؟ انا عملت كده عشان انا بقراها، انت عارف؟ عشان انت فرضتها عليا، عشان قلت لك انا مش عايزه البنت دي تدخل لي بيت، وانا ما بقبلش امها عشان ده طارق قديم. انت مش هتشوفي وشي في البيت ده تاني. انا همشي. اوعى تنزل ايدك من عليا، اموت لك نفسي عشان تعرفي قد ايه الدنيا غالي. انت مش حاسه بوجع قلبي، مش حاسه بالقهر اللي انا فيها. كل ده عشان ايه؟ عشان بنت اختك اللي عايزاني اتجوزها مش هتجوزها، ومش هتشوف وشي في البيت ده تاني. سيبيني اوعى، تعالي اوعى سيبيني. مصطفى، اللي انا عملته ده، اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ بس انا بكرهها، انا ما كنتش عاوزاها، انا بكرهها وبكره امها. وحشنا قوي يابا. شفت يابا اللي حصل معايا؟ شفت انا حصل لي ايه من بعدك؟ عملوا فيا ما حدش يستحمله. شفت امي عملت فيا ايه؟ امي قتلت ابني. تسلم يا ست الكل على الوجه. بس مصطفى ابن نور، مصطفى في خطر. مدام مروه هتخرج كمان شويه اوضتها، ما تقدر تطمن. بكلمك عن ابني، فين ابني؟ ابني في امه. ترد عليها يا ابا، انا محتاج لك جنبي. اتكسرت من بعدك واتمرمطت، كلهم دايسين عليا ومحدش حاسس بيا. انت الوحيد اللي كنت حاسس بيا، انت الوحيد اللي كنت بشكلك همي، انت الوحيد اللي كنت واقف جنبي. قولي اتصرف ازاي؟ انا دلوقتي مش قادر اخد قرار، بس صدقني انا لو اخدت قرار ترجعش بقى تزعل مني، عشان انت قلت لي خلي بالك من امك واخواتك، بس هما مش واخدين بالهم مني. هما مش واخدين بالهم مني، هما ما بيحبوش غير نفسهم بس. انا يابا، انا يابا اموت نفسي، اموت نفسي يابا واجيلك اريحهم مني. انت سامعني يابا اكيد، وسامع الكلام اللي انا بقوله، واكيد انت حاسس بيا وحاسس بوجع قلبي. رد عليا، رد عليا. انت مين؟ مش عارفني؟ انا اللي هحل لك كل مشاكلك. مشاكلي؟ انت تعرفيني منين اصلا؟ انا عارفاك كويس يا مصطفى. عاوزه مني ايه؟ اساعدك. ساعديني في ايه بالظبط؟ في حياتك اللي اتدمرت وكل اللي ضاع منك. انت تعرفي ايه اللي ضاع مني؟ اغلى حاجه عندك اللي دفنها جنب ابوك. هتساعدني ازاي؟ كل اللي جه عليك هجيب لك حقك فيه. ازاي برضه؟ مش فاهم. واطلب يا مصطفى وشوف انت محتاج ايه، وانا تحت امرك. مش عارف. واطلب يا مصطفى. بقولك يا ست، انت ابعدي عني وسيبيني في حالي، عشان انا فيا اللي مكفيني. تعالى معايا يا مصطفى، انا عايزه اوريك مكان، ولما تشوفه هتفتكر حاجات كتير قوي. هساعدك يا مصطفى، ما تخافش. تعالى يا مصطفى ما تخافش. فاكر المكان ده؟
يا ريت يا جماعة تعملوا شير للحلقة دي ووصلوها لأكبر عدد ممكن من الناس عشان أنزل التكملة، اللي ينفذ يكتب تم في الكومنتات.